بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موعدنا في الحلقة دي عن دراسة للسفر سفر الرؤية عن الإصحاح الأول من هذا السفر. بيبتدي السفر بكلمة جميلة جدا بيقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. إعلان، كلمة إعلان يعني to reveal بالإنجليش أو revelation المصدر يعني، وبالهولندي openbaring اللي هو كشف القناع عن شيء هيبوح بما في داخله، يبين المستخبي، الأسرار كلها هتبان. وكلمة إعلان باليوناني اللي هي أبوكالبسيس اللي منها اتخذت الكلمة العربية الدارجة عندنا في طقس الكنيسة أبو غلمسيس، يقول لك النهاردة سهرانين في ليلة أبو غلمسيس، يعني اللي هي بنقرأ فيها سفر الرؤية، سفر الإعلان ما بين جمعة كبيرة وسبت النور، الليلة اللي بنسهرها للصبح. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. الرب يسوع المسيح هو اللي قبل هذا الإعلان لأنه هو رأس الكنيسة، هو حكمة الله، هو فكر الله الأزلي، فهو عارف كل شيء. لكن الآب أعطى للابن أن هو يكشف للكنيسة عن هذه الأسرار. ونلاحظ دايما أن الله الآب هو اللي بيريد، والابن والروح القدس هما اللي بيتمموا مشيئة الآب. يعني الله الآب يريد أن الجميع يخلصون، والابن هو اللي يتجسد ويتصلب، والروح القدس النهاردة هو اللي بيحفظ المؤمنين في الكنيسة ثابتين لكي يخلصوا. فهنا في هذا الموقف أن الآب أراد أن هو يعلن للكنيسة هذه الأسرار من خلال الابن، والابن هو اللي نفذ مشيئة الآب. وطبعا كل ده ما كانش ممكن لولا أن الابن سفك دمه وصار رأسا للكنيسة، وصارت الكنيسة كلها والقديس يوحنا الرسول كلها بقت في المسيح بتعرف هذه الأسرار وتثبت في المسيح. إعلان يسوع المسيح، يسوع كلمة يسوع يعني المخلص، المسيح يعني ممسوح، يعني واحد مفرز أو مخصص من أجل أنه يتمم هذا العمل. فالمسيح مسح لكي يفدي الكنيسة، يكون كاهنا يقدم نفسه ذبيحة ونبيا وملكا عليها. المسيح مسح بالروح القدس مسحة كاملة. خدوا بالكم في نهر الأردن ظهر الروح القدس على المسيح في هيئة حمامة، ويمكن دي المرة الوحيدة الفريدة من نوعها اللي يظهر فيه الروح القدس حال مثل حمامة، لأنه حلول أقنومي، حلول كامل. الأنبياء والملوك والرؤساء قبل كده في العهد القديم كان بيحل عليهم الروح القدس على قد النعمة اللي بيديها لهم. حتى التلاميذ لما حل عليهم في يوم الخمسين كان على هيئة ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، يعني ما كانش حلول كامل. والعهد القديم كان بيحل على بعض الشخصيات عشان تقوم بأعمال معينة زي النبي أو الملك أو رئيس الكهنة إلى آخره. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله يري عبيده. والمسيح قال أنا مش بعد كده هسميكم عبيد بل أحباء، لكن إحنا من إخلاصنا وحبنا لشخص السيد المسيح إحنا بنقدم له ذواتنا كعبيد. هو بيعتبرنا أحرار وبيعتبرنا أبناء، لكن إحنا بنقدم أنفسنا له، نقول له أنت رب هو حريتنا وأنت هو مجدنا وفخرنا وعزنا، إحنا عبيدك. حتى إخوة الرب بالجسد يعني زي يعقوب ويهوذا ما كانوش بيسموا نفسهم إخوة المسيح خالص، ده كانوا بيسموا نفسهم عبيدا لله. فإحنا صرنا أسرى لمحبة المسيح، ندوب إرادتنا في إرادته ونخضع ليه ونطيعه حتى الموت. ليري عبيده ما لابد أن يكون. إيه هو اللي لابد أن يكون؟ مقاصد الله الأزلية الحتمية يعني، وبعدين المستقبل. واخدين بالكم؟ دي الحاجات اللي لازم إنها تتعرف.
مرسلا بيد ملاكه. فهنا الملائكة بتقوم بعملية الإعلان، خدمة الإعلان زي العهد القديم بالضبط ما كانت بتحمل البشارة وبتحمل الإعلانات للمؤمنين. وهنا بقى أنا عايز أقف شوية عشان نشوف إيه التدرج ده في الخدمة. يعني المسيح هو الله وهو الوسيط، واخدين بالكم؟ هو أقنوم المعرفة وأقنوم الحكمة، وما هو للآب هو للابن أيضا، وهو حكمة الله ومخبأ فيه كل كنوز الحكمة، واخدين بالكم؟ المعرفة كلها عند الآب ولكن أعطاها للابن، شوفوا إزاي؟ لكن هي في سلطان الآب وحده بيعلنها لمن يريد حين يريد، واخدين بالكم؟ زي بالضبط مثلا لو اديكم تشبيه الوزراء مثلا في مجلس الوزراء كلهم بيعرفوا كل حاجة كل الأسرار، لكن الوزير المسؤول صاحب الأمر هو بس اللي له سلطة إن هو يتقدم ويعلن. فزي ما شرحت إن الأب يريد لكن الابن هو اللي بينفذ إرادة الأب. فهنا المسيح أراد إن هو يظهر هذا الفكر للناس عن طريق يوحنا، فأعطاه للملاك والملاك أعطاه ليوحنا ويوحنا أعلنه للكنيسة. فهنا تدرج في الخدمة، ودي بقى بتورينا إن إحنا إزاي نرد على الناس اللي هم بيرفضوا، بيقول أنا بتصل بربنا مباشرة لا أعترف بالكهنوت وبتدخل وسطاء بيني وبين ربنا. بقول له لا، ربنا بيحب تدرج وبيوكل لبعض الناس مهمة توصيل الرسالة. أيضا نقطة هامة جدا عايز أشاور عليها، إن الملاك كان مرافقا ليوحنا طوال هذه الرؤية. وهنا بقى بيورينا إزاي صارت محبة وصداقة بين الإنسان وبين الملائكة، واخدين بالكم؟ بعد ما كانت في قطيعة وفي خصومة بسبب الخطية، لكن أصبحت في محبة وفي صداقة مرة أخرى. الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. يوحنا كان شاهد اللي شافه واللي سمعه من المسيح في جزيرة بطمس في النفي بتاعه، بيشهد بيه وبيقدمه للكنيسة. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. يحفظون هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم بينفذوا اللي اتقال لهم في الوصية، أو بياخدوا حذرهم من اللي الوصية منعتهم عنه، أو بيرددوا التسابيح اللي في السفر، دي لغة السماء يعني، أو بيقروا الحاجات الوصايا كتير فحفظوها، حفظوا كلماتها يعني. وخدوا بالكم هنا، ربنا مش بيطوب الناس اللي فهمت السفر، ولكن بيطوب من يحفظون أقوال هذا السفر. ليه بقى؟ لأن هذا السفر هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد، واخدين بالكم؟ والحاجات النبوية قد يكون الإنسان لا يستوعبها ولا يفهمها إلا في حينها، يعني في وقت حدوثها. يعني مثلا مين كان يقدر يتخيل أن عذراء تلد ابنا، أو أن فيه حد بيموت وبعد 3 أيام بيقوم من الأموات، أو أن الله الأزلي يتولد في بيت لحم. حاجات كلها نبوات لم يتحقق منها الإنسان إلا وقتها. فما نطلبش من حد أن هو يفهمها أو يقبلها أو بتاع، ولكن الطوبة أعطيت لمن حفظوا أقوال هذا السفر عن قناعة. طوبة للذي يقرأ وللذين يسمعون، يعني بينفذوا اللي هم أروه ويصبروا على الضيقات اللي بتقابلهم وبيتعزوا وتزداد أشواقهم للسماء. هذه النبوة، النبوة هنا بيقصد هذا السفر، السفر النبوي الوحيد اللي في العهد الجديد. يوحنا إلى 7 الكنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الأرواح التي أمام العرش، أمام عرشه. 7 كنائس ربما يشير لكنائس آسيا الصغرى، 7 اللي كان بيخدمها يوحنا الرسول، وهتيجي أسماءها في الإصحاحين الجايين. ورقم 7 رقم كامل، خدوا بالكم،
فربما يكون هذا الكلام ليست إلى هذه الكنائس بس، ولكن لكل الكنيسة المسيحية في كل زمان وفي كل مكان على هذه الأرض، واخدين بالكم؟ لكن هنا في الرسائل ديت في كلام يصلح للكنائس اللي خدمها القديس يوحنا الرسول وعاش بينها. نعمة لكم وسلام. النعمة دي اللي هي الروح القدس، لما الروح القدس بيحل على البشر في استحقاق دم المسيح بيعطي عمل للروح القدس في النفوس، يجددها ويشفيها ويعطيها سلام، لأن السلام ده ثمرة من ثمار الروح القدس. وبعدين هنا نشوف يوحنا إذا كان بيتواضع قدامه يقول لهم أنا أخوكم وشريككم في الضيق لآخره، لكنه هو بقى ما ينساش نفسه أنه هو رسول ومن حقه أنه هو يعطي السلام اللي ربنا أداه. فبقوة ربنا بيعطي السلام للناس. بالضبط بتفكرني بالكاهن لما في القداس بيقول إريني باسي السلام لكم. هنا السلام ده بيعطي مش من نفسه من عنده هو، لا ده من عند ربنا. السلام الله بيعطيه للإنسان هو بيقدمه للناس. الكائن والذي كان والذي يأتي. الكائن يعني كائن بذاته مش معتمد على حد، الإنسان معتمد وجوده على كيانه على الله. الذي كان يعني الأزلي، يعني موجود من لا بداية. ويأتي يا ده الأبدي بقى اللي هو الدائم إلى الأبد، هيأتي للدينونة. وطبعا دي كلها مواصفات لا يتصف بيها إلا الله يهوى، الإله العظيم، إلهنا العظيم. ومن السبعة الأرواح، هنا بقى السبعة أرواح دي بيقال ممكن السبع ملائكة اللي هم ميخائيل وجبرائيل ورفائيل وسريال وصادقيل وصادقيل أنانييل وصادقيل، دول السبعة ملائكة. في رأي تاني بيقول لا، ده عمل الروح القدس، لأن رقم سبعة رقم كامل يشير لعمل الروح القدس في السبعة أسرار بتاعة الكنيسة، يعطي ثمار ومواهب وبيقود الكنيسة ويبكت ويعلم ويذكر ويخبرنا بكل ما هو للمسيح. ومن السبعة الأرواح أمام عرشه، ودي بتورينا برضو حتة أمام عرشه ديت إزاي الروح القدس أمام العرش، يعني كأن اهتمام الله الأول ان هو ان الروح القدس يعمل في تجديد الخليقه لكي تصبح عروسا للمسيح وتعود للاحضان الالهيه الابويه. يعني امام عرشه قدام عينيه، يعني شايفها مركز عليها وبيهتم بيها باستمرار. من يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات رئيس ملوك الارض الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. هنا بقى وصف السيد المسيح أنه شاهد أمين، أنه كان في حضن الآب وجاء لكي يخبرنا عن محبة الآب ويشهد للحق بأمانة. وكل من يطيع وصاياه يخلص فهو حق ويقول الحق. والابن شهد عن محبة الآب لما بذل نفسه على الصليب. بكر من الأموات، المسيح هو بكرنا، زي ما المسيح قام إحنا أيضا هنقوم معاه من الأموات. رئيس ملوك الأرض، هنا بقى من الظاهر بيطمن يوحنا بيقول له إن ده رئيس كل ملوك العالم دولت كلهم، كل من له السلطان، حتى دوماتيانوس الملك اللي اضطهدك ونفاك وتعبك ليه تخاف منه؟ ده الرب هو رئيس كل ملوك الأرض، ما تخافش. وبعدين يرجع يقول في آية 6 جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد الآبدين أمين. ملوك، جعلنا ملوكا، أعطانا طبيعة جديدة متحررة من ضعفات الإنسان العتيق، وبنعمة المسيح صرنا ملوك. لا يسيطر علينا الجسد ولا يسود علينا العالم بإغراءاته، لأن المسيح كشفه، ولا الشيطان، لأن المسيح غلبه وأسقطه مثل البرق. فصرنا إحنا بنسيطر على ذواتنا، نملك ذواتنا، يعني لا نستعبد للخطية ولا يقودنا الشيطان لكي نخالف إرادة الله.
وإحنا ملوك لأن إحنا أولاد الملك، ملك الملوك، والمسيح بيملك علينا وإحنا أولاده. فنحن ورثة للمواعيد السماوية وهنملك معاها في حياة الدهر الآتي. كهنة، هنا بقى بيتكلم عن الكهنوت العام، أن كل المؤمنين بالمسيح كهنة، في كهنوت عام، والكاهن عمله أنه يقدم ذبائح. طب المؤمن العادي ده بيقدم ذبائح إزاي؟ لما يسبح هو بيقدم ذبيحة تسبيح، لما بيعمل الخير بيقدم ذبيحة عمل الخير، لما بيتضع وينسحق بيقدم ذبيحة الاتضاع والانسحاق، لما بيروض جسده ويصوم ويتضع ويعيش في طهارة هو بيقدم جسده ذبيحة حية، لما يصلي بيقدم ذبيحة الصلاة. فالإنسان المؤمن العادي هو كاهن يقدم ذبائح لله. طبعا ده لا ينفي وجود كهنوت خاص، في رجال مخصوصين للكهنوت الله أقامهم في الكنيسة، كهنة وأساقفة لرعاية الشعب ولتكميل جسد المسيح اللي هو الكنيسة. هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين. وذا يأتي مع السحاب، دايما السحاب في الكتاب المقدس يشير للمجد، مجد الله. وفي العهد القديم في الخيمة الاجتماع لما كان بيحل المجد بتاع ربنا على الخيمة كان بيحوطها السحاب، لأن الإنسان لا يحتمل أن هو ينظر إلى مجد الله، يعني الشمس في حرارتها ما يحتملهاش الإنسان، لكن السحاب في لطفه وفي خفته بيحوش عننا حرارة الشمس. هكذا السحاب بيخفي مجد الله من وراءه. عامة الأشرار لن يروا مجد الله، لكن الأبرار هيعينوه على قد ما يحتملوا، لكن الله بيزيد دايما من طاقة احتمالهم عشان يتمتعوا بمجده. هنا بقى بيورينا ازاي الناس اللي رفضوا السيد المسيح وصلبوه وأشار إليهم وقال والذين طعنوه وينوحوا عليه، يعني الأشرار هيشوفوه لكن لن يتمتعوا بمجده، هيرتعبوا منه ومن كلامه ويندموا ويبكوا على ماضيهم ورفضهم لشخصه القدوس. لكن المؤمنين لما يشوفوه هيفرحوا بيه، يفرحوا بجراحاته اللي هي كانت سبب في خلاصهم، والناس اللي خسروا هيندموا على خسارتهم الأبدية وأن الفرص الممنوحة ليهم راحت، ويرتعبوا من هيبة الجالس على العرش، ويبتدوا يكسفوا من نفسهم ويقولوا للأرض غطينا وللجبال ابلعينا من وجه الجالس على العرش. ويختم هذا الكلام بنعم وأمين، ودول كلمتين، نعم هي أمين برضو، بس دي كلمة أمين، دي كلمة يونانية، ونعم دي كلمة عبرية، فهي كلمة واحدة في الاثنين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أنا هو الألف والياء، فعلا السيد المسيح هو الألف والياء. وإحنا لما بنرسم الأيقونة بتاعت السيد المسيح بنيجي على جانبي وجهه القدوس ونحط هنا حرف ألفا وهنا حرف أوميجا، يعني البداية والنهاية، أول حرف في اللغة وآخر حرف. فالمسيح هو هو هذه اللغة، هو أول حرف فيها وهو آخر حرف، هو هذه اللغة كلها التي بها نعرف الآب، واخدين بالكم؟ فلا نستطيع ان احنا نصل الى الاب الا عن طريق المسيح، لان الاب يقبلنا في شخص ابنه القدوس. يعني الاب بيبص من السماء عايز يشوفنا، يجيب صوره ابنه ويحطها في النص بيننا وبينه فيقبلنا. احنا لما نحب نكلم الاب نقول يا ابانا الذي في السماوات، ونصلي، بنصلي في استحقاقات دم المسيح، واخدين بالكم؟
والمسيح أعلى الحقيقة دي، قال إيه؟ أن من رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب فيا. وفي رسالة العبرانيين يقول إيه؟ الله بعدما كذا كذا كلمنا في ابنه، فالله تحدث إلينا بلغة إن هو كلمنا في الابن. وإحنا لما بنكلم الآب بنكلمه في الابن أيضا، فهذه هي اللغة التي يفهمها الآب، أننا نكلمه في استحقاقات دم ابنه الوحيد. البداية والنهاية، كل شيء بدأ في الزمان، بدأ بالمسيح. المسيح هو الكلمة، هو حكمة الله، هو عقل الله الناطق، هو به كان كل شيء وإليه يرجع كل شيء. والمسيح هو محرك التاريخ، ما فيش حاجة أبدا تحدث براه، بل كل شيء يحدث عبر مشيئته المقدسة. هو رأس الكل، هو خالق الكل، وهو ضابط الكل ومدبر كل الأمور، ولا شيء أبدا يستطيع أن هو يحويه. عشان كده نسميه غير المحوى، يعني محدش أبدا يقدر يحتويه. ولما تجسد من أجل أن هو يجمع الكنيسة كلها ويحتويها في شخصه، جمع الكنيسة كلها فيه، فهو البداية وهو النهاية في الزمان والمكان، وهو خالق كل أشياء من أجل مجد اسمه. ولما الإنسان سقط وفقد صورته الإلهية، تجسد عشان يعيد تاني صورة المجد اللي كان فيها من البداية. لكن لما بيقول البداية بيعني أنه هو بدء الخليقة في الزمان لمجد الله، والنهاية يعني هو تجسد عشان يتمم الفداء ويرجع الصورة زي ما ربنا عاوزها منذ البداية. القادر على كل شيء، يعني عايز يطمن يوحنا، يقول له لو أنا عايز أنهي حكم دوميديانوس دوت، يعني في لحظة ينتهي كل شيء، لأن أنا ضابط الكل، ما فيش حاجة بتحدث إلا بسمح مني.